تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم اقتراحاتكم ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فكل الأمنيات لكم بقضاء ساعة إذاعية مميزة معنا مليئة بالمعلومة والفائدة. معي أنا محمود يوسف خلف الميكروفون، معي بعد أيضا الدكتورة ندى الملة. صباح الله بالخير. نسيت اسمي محمود اليوم. لا ما نسيت، أبلع ريجي. نزير معنا في التنسيق اليوم إن شاء الله ميرا الأغفلي. اوكي، هي نسيت اسم ميرا وايمن سرحي. شكرا جزيلا. انا بس اختبرها اشوفها صاحيه معايا ولا لا. ركزت معك ولا. عموما ارقام التواصل معنا دكتورة على 600-55-1414 والرسائل النصيه على 4006، وموجودين لايف على نور دبي. ونصبح عليكم في اليوم الجميل يوم الاربعاء، والجو ما شاء الله بارد وبدا يتغير الجو. لكن في بدايه البرنامج انصح كل الامهات، يا امهات يا جميلات، لبسوا عيالكم جاكيت خفيف او سويتر خفيف. الجو صح مو بارد وايد، ولكن هذا موسم الامراض والانفلونزا. حر عشان دكتورة. لا والله محمود، الاطفال مو بحر والله، يعتبر بارد للاطفال خصوصا الصبح يتريون الباص، فلبسون بلوفر خفيف أو سويتر خفيف عشان ما يدقهم البرد في صدرهم وتي عندهم نوبات الكحة وزكام الإنفلونزا. وإن شاء الله أتمنى السلامة للجميع. زين ميرا زعلانة حين تقول إيش حقت نسيت اسمي. أنا ما أنت ما تخلين واحد يتكلم أصلا دكتورة، يعني داشت لي توني باب العريجي قلتي نسيت اسمها ميرا الغفلي. أبا وقع بينكم ميرا. زين عموما شو لازم نعطي الأطفال من مأكولات من مشروبات إن تساهم في الحفاظ على صحتهم دكتورة؟ يعني بما أن أنت تكلمت عن تغير الجو ونشوف الجو بعد حار، هي بالنسبة حين الكبار نحسه محمود حار، ولكن خصوصا الصبح ترى يا أمهات لازم ننتبه دائما. هو الانتقال من داخل البيت إلى خارجه، دائما داخل البيت يكون أدفى شوي من برا، فهالانتقال من داخل لبرا لازم نحاسب أن الطفل ما تيله ضربة الهواء البارد هذه الخفيفة وبالتالي ممكن يصاب بالزكام. شو الأكل لازم نعطي عيالنا؟ شو المشروبات؟ طبعا في هالفترة نحاول نقلل كثر ما نقدر من المشروبات الباردة والآيس كريم. هذا مو موسم آيس كريم يا أمهات، الأشياء الباردة إحنا نقول ما عليه مو برد وايد، لا، الآيس كريم في هذا الجو بالذات ممكن نعرض أطفالنا اللي يصابون باحتقان الحالق بالزكام، فنبتعد عن الأشياء الباردة وال آيس كريمات هاي. وممكن نركز في هالفترة شو الجميل فيها؟ إن معظم الفواكه في موسمها، تلاقونا فواكه موجودة في موسمها، البرتقال، التفاح، الفراولة، فدخلوا هذا في نظام عيالكم الغذائي مال كل يوم. وناخذ نعتمد على الشربات ترى بشكل كبير. الحين هذا موسم الشربات عشان الطفل يحس بدفوة، تكون شربة فيها دياي وفيها خضرة، فيها فطر، فيها مرقة دياي فريش، عطيه تدفيه وتخليه يكون نشيط أكثر المدرسة ومركز أكثر، لأن فعلا شربات الدياي والخضروات فيها فيتامينات عالية. أنا أول مرة أعرف أن جمع شوربة شوربات. ما جمعوا شوربة؟ ما أنا أسأل يعني، أقول لك معلومة جديدة بالنسبة لي. زين عموما هني أم ريم تقول أنا عيالي دوم يقولون لي برد في الباص والصف، الإفطار في الصباح مهم. صح. الحليب الدافي لازم نعطيهم إياه. زين طيب إحنا ذكرنا الفطر محمود، فعندنا دراسة عن الفطر. بتكلم والله بقول، والله العظيم بقول، أول ما بدينا الحلقة محمود حب الفطر، قلت لهم لا ما أحب الفطر. زين أيمن قال يحب الفطر. عموما تناول 5 حبات من الفطر يوميا يقي من الخرف وأمراض القلب. ما شاء الله.
زين. أثبتت دراسة أمريكية جديدة أن تناول 5 حبات من الفطر يوميا قد تقي من أمراض القلب والسرطان ويساعد في توقف مسارات الخرف المدمرة، وذلك لاحتوائه 2 من مضادات الأكسدة، نادرا ما يجمعهما أي مكون غذائي آخر. فالفطر حسب ما أكده باحثون أغنى مصدر غذائي، يجمع بين 2 من مضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة وتعزز الصحة ويحاربان الجزيء من السرطان وحتى أمراض القلب. ولفت الباحث الرئيسي في الدراسة البروفيسور روبرت بيلمان من جامعة ولاية بنسلفانيا إلى أن الجسم في حين لما يستخدم الأكسجين يفرز جذورا حرة كيميائية تقوم بالاقتران بالإلكترونات مسببة الضرر للخلايا والبروتينات والحمض النووي، لكن تجديد المواد المضادة للأكسدة في الجسم يمكن من تجنب هذه الأضرار. كما أن خصائص الفطر المضادة للالتهابات تستخدم كأغذية وظيفية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم وتعزيز نمو الأعصاب في الدماغ. وحسب الدراسة فإن البورتشيني نوع من أنواع الفطر البري المفضل في إيطاليا يحوي أكبر كميات من هذه المضادات مقارنة للأنواع الأكثر شيوعا، لكن رغم ذلك تبقى غنية بها أكثر من بقية الأطعمة. أما طبخ الفطر فلا يؤثر في محتوياته، وحسب بيلمان فإن الدليل على صحة الفرضية أن إيطاليا وفرنسا حيث الاستهلاك الأكبر للفطر لديهما مستويات أقل من الخرف مقارنة بالولايات المتحدة. انزين تعرف محمود الفطر ما أعرف يستخدمون النباتيين، الناس النباتيين يستخدمون كبديل اللحم، لأن لو تشوفون قوام الفطر يسمونه بالإنجليزي ميتي، يعني تحس كأنه نفس يشبه قوام اللحم. والفطر للأسف محمود في مجتمعاتنا احنا ما نستهلك الفطر بكميات كافية، ما ندخله في نظامنا الغذائي. في البرياني بتحطينه في البكبوس صدق ما أدري، يحطون فقع زين يحطون فقع ما يحطون فطر يعني نستعوض عنه. ولكن الفطر أدري الناس وايد ناس تحتار كيف ممكن تاكل الفطر. أول شيء أهم نقطة، الفطر عمره ما ينغسل، هاي أول نقطة. في فرق بين الفقع والفقاع؟ ما أعرف أعتقد مو جمعة؟ لا أظني في فرق، ما أدري ميرا يمكن تعطينا معلومة. تعطينا معلومة. أول شيء الفطر ترى ما ينغسل، يعني مفروض ما تغسلونه، فقط بفوطة نمسحه. ثاني شيء الفطر ممكن تاكل ني وممكن تاكل ترى مطبوخ. الفطر اللي يكون صغير اللي تلاقونه مثل ما السنافر، هذا الفطر الأبيض الصغير يمكن يتاكل مع السلطة من غير طبخ. البورتشليني والفطر الآخر اللي تحسونه مثل فيه براعم، أنا أفضل أنه ينطبخ. ممكن تحطونه في شوربة، ممكن تحطونه في الصالونة. شوفوا الدراسة تقول 5 حبات فقط، يعني كمية وايد قليلة. ممكن تسوي منه صوص، يم الستيك يم الدياي، تطبخونه مع دياي في الفرن مثل كان يقول أيمن. فنحاول ندخل بما الدراسة تقول هو مفيد، وإحنا شعب أتوقع ما يستهلك الفطر وايد. طيب نحن ما نكمل برنامج الطبخ، برنامج الصحة معنا إن شاء الله بعد الفاصل. أرقام التواصل معنا 600551414، وعن طريق الرسالة النصية على 4006، وأيضا موجودين لايف على نور دبان الانستغرام. بعد الفاصل عندنا موضوع بنتكلم عن نتائج مسح السكري والخطة المستقبلية لمكافحة مرض السكر في إمارة دبي. موضوع جدا مهم، أرقام مهمة تعطينا مؤشرات يعني خطيرة انزين لمحاربة هذا يعني هذا الداء اللي صار حقيقة يشكل أزمة وخطورة على مجتمعات العالم ككل. وهني نتحدث اليوم عن مجتمع إمارة دبي، بتكون معانا الدكتورة فتحية العوضي استشاري ورئيس قسم الغدد الصماء في مستشفى دبي، بتعطينا كل الأرقام الجديدة عن هذا الموضوع. أنصحكم تكملون معانا الحلقة لأن الموضوع مهم يا جماعة الخير. البارحة كان اليوم العالمي للسكر زين، واليوم نحن منركز على هذا الموضوع لأن المؤشرات خطيرة، فتابعونا بعد الفاصل. صحة وسعادة. مساء
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام، واللي ما يتابعنا لايف صراحة تفوت نص الحلقة. عموما مستمعينا، قبل الفاصل طرحنا موضوع النتائج المسح التكميلي حقيقة لمرض السكري اللي خرجت به هيئة الصحة بالأمس، كان ضمن مؤتمر صحفي. طبعا هذه النتائج احتوت أرقام مهمة جدا يجب أن نتعرف عليها، ولكن للحديث عن هذا الموضوع معانا في الاستوديو الدكتورة فتحية العوضي، استشاري ورئيس قسم الغدد الصماء في مستشفى دبي. صبحت الله بالخير دكتورة. صبحكم الله بالنور. يعني المسح غطى العديد من الأرقام المهمة، نحن ما نتكلم في البداية عن أبرز النتائج اللي احتواها هذا المسح الإحصائي. في البداية حبيت أشكركم على استضافتي في الاستوديو، وصباحكم صحة وسعادة ولمستمعين الكرام. طبعا هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء قامت بمسح سكاني في عام 2009 وفي عام 2014، والنتائج اللي توصلنا لها في عام 2014 كانت نسبة الإصابة بين مواطنينا 11% وبين المقيمين 4.6%. فحبينا نكمل المسح اللي هو المرحلة الثانية اللي هو المسح التكميلي مثل ما ذكر أخوي محمود قبل شوية، والنتائج اللي توصلنا لها في المرحلة الثانية أن نسبة المواطنين المصابين بمرض السكري مع الأشخاص اللي هم مصابين وغير مشخصين سابقا بمرض السكري، النسبة هي تقريبا 19%، وهذه النسبة نفسها توافق النسبة اللي في الأعوام السابقة ذكرها الاتحاد الدولي للسكر اللي هي بالنسبة للدولة في عام 2015 أنها 19%. طبعا يمكن المستمعين أو مقدمين الخدمة من مستشارين سكر يستغربون ان النسبة هاي ما تغيرت. طبعا النسبة هذه ممكن احنا نشوف انها هي ما تغيرت، بس طبعا هاي بجهود الدولة وبجهود طبعا الهيئات والمؤسسات الصحية ووزارة الصحة لمكافحة مرض السكري والتصدي له، بدليل ان مرض السكري انحط على الأجندة الوطنية لعام 2021 على اساس ان احنا نقلل من نسبة من 19% لين 16.4%. فالنتائج هاي اللي حصلنا عليها ما تخلينا احنا ياسين ومرتاحين ونقول خلاص نحن السكري ما تطور عندنا في الخمس سنين اللي طافوا من يوم اول ما اعلن عن النتائج هاي في 2012 لين الحين في 2017. لان الاحصائيه الثانيه اللي بقولكم عليها احصائيه جدا عاليه، وهذه بالنسبه للاشخاص اللي هم الاكثر عرضه للاصابه بمرض السكري، اللي هم معرضين بالاصابه بمرض السكري او على درجه خطوره عاليه للاصابه بمرض السكري، اللي نحن نسميهم بالمصطلح الانجليزي بري دايبيتيز، وهذه اللي تقريبا يشكلون 18.5% من المواطنين و15.6% من المقيمين في اماره دبي. وهذه نسبه جدا عاليه، لان هذه النسبه معناه اليوم ما عندك سكر خل باكر اليوم بعده بيكون عندك سكر. صحيح دكتورة فتحية، انت ذكرتي ان النسبة ما تغيرت، طبعا هذا مو مؤشر جيد، لانه طبعا دائما يكون الطموح ان النسبة اصلا تقل. ليش ولا مؤشر سيء بعد ها دكتورة؟ نعم هو غير يعني الشيء الزين ان نحن لان الاتحاد الدولي يقولنا نحن خلال العشرين السنة القادمة ان في تزايد في 50% في السكري، فالحمد لله نحن الرقم عندنا بالنسبة لنسبة الإصابة 19%، هاي نسبة نعم ثابتة، لأن في عدة أسباب لها، منها مثل أنا ما ذكرت أن الجهود اللي تقوم فيها الدولة رشيدة، جهود المؤسسات الصحية والهيئات الصحية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع على أساس أن التصدي لهذا المرض. والشيء السبب الآخر اللي هو أن نسبة المواليد عندنا في دولة الإمارات في تزايد، فها طبعا يقلص من النسبة الإجمالية للرقم النهائي للسكر. بس مثل ما ذكرت أنا وأرجع أكد على أساس أن المستمعين ما يفهموني غلط، صح نحن النسبة ما تغيرت عندنا بالنسبة للمصابين، بس عندنا جزء كبير اللي هو نفس الرقم identical أو شبيه للرقم اللي هو أعلنت عنه اللي هو 18.6% من الأشخاص اللي على درجة خطورة عالية. هذه الأشخاص اللي نحن بعد لازم نركز عليهم. صحيح. عالميا كم النسب المتوقعة دكتورة اللي ممكن يصابون بالسكري؟ شوف في عام 2015 الاتحاد الدولي ذكر أنه في 415 مليون شخص مصاب بالسكر حول العالم، وفي حلول 20 السنة القادمة اللي هو مع حلول عام 2040 المتوقع أن يكون في 642 مليون شخص مصاب، معناه نحن
في منطقتنا في اللي هي في الشرق الأوسط شمال أفريقيا من بين كل يعني 10 أشخاص في 4 أشخاص مصابين. صحيح. ويكونون غير مدركين بإصابتهم بمرض السكري. دكتور فتحين وين تشوفين الفجوة؟ السبب أن النسبة عندنا ما قلت، أن عاد الناس المعرضين للإصابة بالسكري بعدها مساوي للناس، عاد نسبة الناس المصابين، يعني ممكن نتوقع في خلال السنوات القادمة الناس اللي عندهم خطر إصابة بالسكر بينضافون لنسبة الناس اللي أوريدي مصابين بالسكر. فوين الفجوة الموجودة مع وجود حملات توعوية، مع وجود خدمات طبية كبيرة ومتطورة لتقليل خطر الإصابة بالسكر، أو ممكن نقول تقليل تطوره، فوين في فجوة موجودة عندنا؟ طبعا انت عارفين ان في عدة عوامل اللي هي يعني عوامل الإصابة بمرض السكري، منها طبعا عامل العمر. الإنسان كل ما يعني يكبر سنا كل ما تكون نسبة إصابة بالمرض السكري تكون أكثر، يعني يكون مثلا فوق سن 60 نسبة إصابتهم تقريبا 53%. صحيح. مقارنة بالأشخاص اللي بين سن 30 و40 اللي هو نسبة إصابتهم تقريبا 3.4%، وهي حسب الإحصائيات اللي قمنا فيها فئة الصحة بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء. وفي طبعا عوامل أخرى منها السمنة المفرطة، عدم ممارسة التمارين الرياضية، العادات السيئة الصحية اللي هو العادات الأكل السيئة اللي نحن فيها، وطبعا العامل الوراثي. طيب دكتورة، الدراسة تناولت يعني شريحة ليست من المواطنين فقط ولكن المواطنين والمقيمين في إمارة دبي. طبعا في وايد أسئلة اللي يتابعون على الانستغرام واللي يرسلون رسائل نصية ما نسألها إن شاء الله، بس نخلص موضوع الاستبيان دكتورة بتستمر معنا لنهاية الحلقة. لكن دكتورة خبرينا يعني بالتفصيل أكثر ما بين الأرقام الموجودة بالنسبة للمواطنين الخاصة بالمواطنين والمقيمين. أوكي. بالنسبة للمواطنين المصابين، ويوم أقول مصابين يعني حد نحن شخصناه في عام 2014، والأشخاص الثانيين اللي كانوا مصابين بالسكر وغير مدركين بالإصابة بمرض السكري، وهذا اللي نحن عرفناه عنه في المرحلة الثانية، من المواطنين 15.9%، من أخواننا المقيمين 14.6%، يعني تقريبا إذا قلنا المجموع الكلي بين مواطنين ومقيمين في حدود 15%. بالنسبة اللي هم على درجة خطورة عالية من الإصابة، من مواطنينا 18.5% اللي هم على درجة خطورة عالية من الإصابة، وبين المقيمين 15.4%، يعني هذا يعطينا النسبة الكلية أو الإجمالية تقريبا 15%. طيب دكتورة، أنت ذكرتي أن الأرقام عندنا ما بين يعني في ثبات في النسبة بشكل كبير، وذكرتي أن يعني في العالم ممكن النسب توصل إلى 50% مع حلول عام 2040 على حسب المعطيات اللي موجودة، ولكن في جهود مثل ما ذكرت دكتورة ندى في هذا المجال للوقاية من السكري وزيادة أعداد المواليد في دبي، وأيضا في تحديات كثيرة موجودة. هنا أبغى أتكلم عن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات بشكل عام، وأتكلم بعد عن إمارة دبي، في خفض معدل الإصابة بالسكري من 19 مثل ما ذكرتي، وإن شاء الله بتنزلون على 16% أو إنها أقل أو أكثر ما أدري. شو هي الجهود وفق الأجندة الوطنية المطروحة؟ طبعا مثل ما ذكرتوا، الدولة في السنوات الماضية قامت بجهود كبيرة للتصدي للمرض هذا، وهذا طبعا يعني توفير مراكز خدمة متخصصة بمرض السكري على مستوى دولة الإمارات، توفير الأدوية، الحملات التوعوية اللي تقوم بها معظم المؤسسات الحكومية ووزارة الصحة. بس طبعا نحن حين اللي محتاجينه بالفعل أساس نحن نوصل للمؤشر الوطني أن نخفض من نسبة السكر ل 16.4%، نحن نحتاج برنامج وقاية يكون يعني شامل ويشمل كل الدولة. جميل. في مبادرات قامت فيها الرعاية الصحية، ما خبركم عنها بعد قبل بعد الفاصل دكتورة. في أسئلة على السريع بس منجاوبها ما نطلع فاصل. السلام عليكم، شو أخبار العلاج الجديد الجذري للسكري؟ هذا السؤال يقول. نحن يعني ذكرنا في هذا الموضوع دكتور أن الهيئة دائما ما تسعى إلى استقطاب أفضل العلاجات، فإذا في شيء تأكد بهذا المجال تأكدوا أنه بتكون إمارة دبي يعني سباقة في هذا المجال. ممكن تسألنا أخي محمود على حبة الكينو النباتية، هل لها علاقة في تخفيض السكر؟ والله أنا مش أخصائي التغذية فما أقدر يعني. زين ندى، أنت طباخة ودكتورة وكل شيء. الكينوا قصدهم؟ إيه.
هل حقصد الكينوا في تنزيل السكر؟ يمكن هي. شو الكينوا في جزء من النشويات ونفسه نفس البرغل. الكينوا الناس ما تعرفه مثل اللي يشبه البرغل بس هو اللي بيقول الترند الجديد في عالم الطبخ، ولكن ينزل السكر ما أتوقع. لا ما أتوقع. ليش حاطة هابي فيس دكتورة؟ أنا جاي لبرنامج صحة وسعادة. أيوة ممتاز. هم يسألون ترى مو بسؤال يعني. ما هي علامات مرض السكري وهل لها علاقة بالسن؟ طبعا أنا ذكرتها شيء، كل ما الإنسان يتقدم سنا كل ما كانت نسبة إصابته بمرض السكري وبقية الأمراض يكون يعني وارد. يعني أحيانا ممكن أسئلة تنعاد دكتور لأن في حد يدخل معانا تو على الهواء فما يكون ما يكون سمع الجزء اللي نحن تكلمنا عنه. ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنحاول نستضيف معنا إحدى الخوات، هي رئيس مجلس الإدارة لجمعية الإمارات للسكري وهي أيضا إحدى مرضى السكري، إن شاء الله ترد علينا شيمة مجرن المري. ما أدري إذا بتكون معنا بعد الفاصل، بناخذ منها يعني القصة من خلال معاناتها مع مرض السكري وأيضا كيف أنشأوا هذه الجمعية. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أول شيء أذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على إنستغرام. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل إحنا نتكلم عن نتائج مسح السكري والخطة المستقبلية لمكافحة مرض السكر في دبي. معنا في الاستوديو الدكتورة فتحية العوضي استشاري ورئيس قسم الغدد الصماء في مستشفى دبي. نرحب بك مرة ثانية دكتورة. دكتورة الحين نفتح المجال بنتحدث عن مرض السكري بشكل أوسع، وأيضا إذا قدرنا نرجع للمسح الإحصائي بعد كذلك بنتكلم عنه. السلام عليكم، هل عمليات قص المعدة قللت من إصابة السكر؟ لها دور بالنسبة للناس اللي هم عندهم السكر النوع الثاني، كان لها دور إنه في يا إما في مرضى على حسب قابلية المرضى، ففي شيء من المرضى ممكن إن الأدوية تقل عنهم، وفي شيء من المرضى ممكن يوقفون الأدوية، بس هي يعني كمساعد أو لأن هي الفكرة طبعا دكتور هو تنزيل الوزن أصلا للتحكم بالسكر بشكل أفضل، فقص المعدة مو بنفسه هي تقليل وزن الغرض. هذا اللي نحن نبى يعني نأكد عليه، إن نحن نبى نشجع المرضى على ممارسة التمارين الرياضية وعلى العادات الصحية الجيدة. جميل، هني أنا باخذ هذه المداخلة من أختنا شمة مجري المري. طبعا شمة هي رئيس مجلس الإدارة لجمعية الإمارات للسكري وأيضا إحدى مرضى السكري. شمة إيش حالك؟ الحمد لله بخير، حالك أخويا؟ طول عمرك. شمة نحن في البداية نبغي ناخذ التجربة مالتك زين نطرحها على المستمعين. أبغي أعرف لأن أنت من الناس الإيجابيين دائما واللي يتعايش مع هذا المرض وأيضا له نشاطات اجتماعية في مجال التوعية بمرض السكري، فخبرينا أول شيء عن هذه التجربة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أصبت بالسكر وعمري 8 سنوات ومتعايشة معاه الحين من 18 سنة. طبعا في البداية الموضوع كان صعب، وأنا أقول إن ليش صعب؟ لأن قبل ما كانت الأمور مسهلة من ناحية التغذية، ولا حتى يعني مضخة ما كانت موجودة اللي الحين متعارف عليها اللي هي الشيء الأحدث في السكر النوع الأول اللي يستخدمونه. فما شيء الواحد يعني يحاول قدر الإمكان إنه هو يثقف نفسه. في البداية مثل ما قلت كان موضوع صعب، ولكن بمساعدة يعني طبعا الأهل والأصدقاء والمجتمع يعني الأشخاص اللي كان عندهم علم بالسكر هذه الفترة قدرت أني أنا أتأقلم. طبعا بعد فترة صادفتني بعض المواقف، وهذه المواقف هي اللي غيرت نظرتي أنا كشخص عند السكر للمجتمع وكيف هم فاهمين السكري. هذا الشيء دفعني أني أنا أبغى أثقف نفسي أولا عشان أثقف الآخرين وأشارك في أشياء تخص السكر نفسه، ومن بعدها يعني أني أنا أسس جمعية تساعد اللي هم فيهم سكري واللي غير سكريين في المجتمع على فهم ما هو السكر،
كيف الواحد يتعايش معه، أو كيف ممكن الإنسان حتى أنه يعيش نمط حياة صحي. لأن الهدف هني أنا من مثل ما أعتقد وأشوف أنه مو بس الواحد أنه نتعايش مع السكر أو نستهدف الأشخاص اللي فيهم السكر. الصورة الأكبر اللي هي نشجع أن الأشخاص يتخذون نمط حياة معتدل متوسط وصحي. لأن ممكن نحن نقول زين صحي، أوكي ليش مش صحي؟ صحي ليش ما استخدمتي كلمة صحي بالأخص؟ لأن إذا قلنا الشخص إذا تطرف في الموضوع ممكن هو يسوي هالشيء لفترة معينة وبعدين يوقف. مثل اللي يتخذون حمية صارمة لفترة بسيطة عشان ينزلون مثلا كم من كيلو وبعد فترة يرجعون للنمط الحياة اللي كانوا عليه. فالشيء اللي نبغي نحن من جهتنا كجمعية أن نشجع المجتمع أو الأشخاص اللي فيه انزين انهم يتخذون نمط حياة صحي ومعتدل. دكتورة فتحية حابة تسألك كم سؤال. اختي شمة تفضل. دكتورة فتحية اختي شمة، اولا نحن فخورين بالمبادرة اللي قمتي فيها كاستشاريين واخصائيين سكر، واعتقد كان من الضروري ان يكون عندنا جمعية يمثلها افراد من المجتمع واشخاص مصابين بمرض السكر، لان انتوا اللي بتكونون بالنسبة لنا البوق اللي يساعدنا على توصيل المعلومة هذه للمجتمع. فجدا فخورين بهاي المبادرة، وانا الحين على الهواء مباشرة اطلب ان شاء الله يكون في تعاون بين جمعيتكم وجمعية الامارات للسكري باذن الله، على اساس ان كثير من الفعاليات وانتم بيكون لكم دور كبير مثل ما ذكرتي وتفضلتي ان في توعية المجتمع. الجمعية شمة بس خاصة لمرضى السكري صحيح؟ هي نعم، هي خاصة لمرضى السكري وبالأخص اللي هو النوع الأول واللي هو طبعا يصيب الأطفال والشباب في هذا الأمر. أختي شمة شو دور الجمعية بالضبط؟ يعني شو هل تسوون حملات؟ هل يعني جروب دعم ولا شو بالضبط تسوون؟ انزين أنا بوضح الحين طبعا، لأنه هو الجمعية نحن قمنا بإشهار الجمعية مؤخرا في شهر 7 وشغالين على برنامج، وهذا البرنامج بيكون دعم اجتماعي أكثر ما هو من الجهة الطبية. طبعا إحنا ما يخفى علينا أن في جهود أخرى من دوائر وهيئات ومستشفيات وعيادات بالتوعية، من ناحية مثلا التغذية، من ناحية مثلا كيف الإنسان يسيطر على السكر إن كان عنده السكري، أو كيف يتفادى أنه حتى يوصل لمرحلة السكر. لأن طبعا الدكتورة فتحية يمكن هي الأدرى وعندها مجال أوسع ومعرفة أكثر. الإنسان ممكن يكون في مرحلة يكون مقب السكري صحيح. وممكن هو يتفادى هذا الشيء إذا هو يعني اتخذ نظام حياة وأسلوب صحي. ممتاز. وهذا اللي قبل شوي كنا نعلن عن أختي شمة، على أساس أن الناس اللي يكون pre-diabetic المهم اللي نشتغل عليهم التوعية والتعايش مع المرض. شمة نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في جمعيتكم وكل الأعمال اللي تقوموا فيها، وإن شاء الله يا رب دائما للأمام. شمة مجرن المري مريضة السكر ورئيس مجلس إدارة جمعية إمارات السكري، شاكرين لك. شكرا جزيلا. موفقة. شكرا لك، نهارك سعيد حبيبتي. طيب دكتورة، في عندنا مجموعة أسئلة يعني تكلموا فيها، خليني أرجع شوي. هني يقول ما هي علامات السكري؟ طبعا العلامات اللي المفروض الحين معظم الناس يكونون يتعرفوا عليها كثرة شربة الماء، وانتم بكرامة تبول، النوع الأول ممكن يصل لهم نقص في الوزن، فيعني هذه هي الأعراض اللي ممكن تصير. دكتورة ندى يتهمون وكأنك أنت أحد أسباب زيادة الوزن. ليش؟ كاتبين كلهم خلية السنام مطبخ مضيع الرجيم. لا أنا أطبخ بس شو طبخاتي ما بقول صحية. لا ما بقول، أنا ما أحب شيء صحي وغير صحي. أكلاتي بالعادة تلاقون أكلات العادية البسيطة اللي ما فيها دهون فوائد وزبدة، صح؟ صح إن شاء الله. إن شاء الله أنا ما بقول نسفتي أبو البرنامج، لكن يا نحن نتكلم على أكلات صحية، كيف الواحد يسوي طبخ صحي، كيف يشتغل على 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 مسائل إنه يهتم ب لا أنا أقول لك الفكرة محمود، أنا تسميت إن أكل صحي معناه ما تبقى أكل غير صحي، هو أكل العادي ولكن مثلا نقلل دهون، نقلل كربوهيدرات، نزيد بروتينات وهكذا. ممتاز. نحن دكتور نحن برنامجنا نفتح للناس، فباخذ مكالمات سريعة زين ومنحاول نرجع لموضوعنا. عبد الرحمن اختصر لي بارك الله فيك، لأن عندي وايد أسئلة على الرسائل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
يعطيكم العافية. أمس كان الدكتور درويش يتكلم عن موضوع السكري كذلك. هذا فحص متاح لمن عنده مثلا تواصل مع العيادات، أنه أريد فحص للسكري، هل هو يعني فحص يسير وبسيط؟ أنا ما أدري المحاولة أتكلم واضح سؤالك. أمر آخر وسريع، إذا الآن بغيت أستفيد من ملف لابنتي في أمر معين، تحاليل وكذا ونتائج، هل يمكن أن أخذ نسخ أو هل هناك تطبيق أو موقع للاستفادة منها عند طبيب خارجي مثلا؟ سؤالك الثاني شو بالضبط عبد الرحمن؟ ما فهمت أخوي السؤال. بس يعني إذا ممكن قمت بتحاليل وكذا والنتائج موجودة عندكم، هل يمكن أن أخذ منها نسخة استفيد منها؟ كم عمر البنت؟ عمر حق بنتك صح؟ 10 سنوات. أوكي، تسمع الإجابة. مر أسألهم هناك في التقارير. بالنسبة للسؤال الأول، الفحص دكتورة، فحص أعتقد بسيط فحص جدا. فحص السكر فحص بسيط جدا حاليا، حتى إذا الإنسان ما يروح حتى المراكز الصحية ممكن هذا الفحص يعني والواحد يسويه عن طريق الأجهزة السكر المتوفرة، وفي أجهزة كثيرة وبتقنية عالية ممكن تطلع نتيجة السكر. صحيح. بس بالنسبة للفحوصات اللي تخص اللي هو السكر التراكمي اللي نحن نعتمد عليه في تشخيص مرضى السكر، هذا يعني معظم المراكز الصحية موجود عندنا في العيادات. ناخذ عبد الرحمن. عبد الرحمن صباح الورد، تفضل. أو عبد الوهاب، عفوا. عبد الوهاب. هلا أخوي، تفضل. السلام عليكم أخ محمود. السلام. هلا عبد الوهاب، اختصر بارك الله فيك. إن شاء الله حبيبي محمود. تفضل. كيف حالك؟ نحييك ونحيي دكتورة فتحي وزميلتك اللي نسيت اسمها، خلت دكتورة ندى. دكتورة ندى، يا هلا بيك دكتور، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. نحييكم ونحيي الجهود اللي تبذلونها، وحكومتنا ما مقصرة في التوعية في كل هالأمور، لكن نحن بحاجة أن نحن نوعي المكان اللي يتواجد فيه هذا الطفل من بدايته اللي هي الأسرة. نقول لهم يعني قللوا من يعني وعوا الأطفال، قللوا من الحلويات اللي موجودة. نحن بلدنا مفتوح، بلد تجارة حرة، كل شيء موجود فيه، لكن نحن لازم نسوي لنا انضباط عشان عيالنا، عشان كل طفل موجود، مو بشرط يكون مواطن ولا غير مواطن. الحلويات لازم نضبط الأمور اللي يستوردونها بدون فحص وبدون شو النسب الكبيره مفيده للاطفال مفيده. نحن نبغى نظام تمشي عليه الجهات المختصه عشان اللي يجيبون من بلد المصدر بهالمواصفات. ان شاء الله السيارات نطلب كذا، نطلب حلويات بمواصفات صحيه ان شاء الله. واضحه رسالتك اخوي، اطاله لكن ارجو المعذره. شكرا لك، شكرا لك للمداخله. شكرا اخوي عبد الوهاب، هذا واجب كل، مش بس الاسره، هذا واجب الاسره، واجب المدارس. صحيح. واجب المجتمع، واجبنا كلنا ومقدمي الخدمه. يقول سمعت ان الرقبه اذا صارت سودة هاي علامه من علامات السكري. الاكانتوسيس طبعا هذا طبعا يصير لي نوع ثاني من السكر اللي هو يكون عنده مقاومه في نسبه الانسولين. ففي وارد انه ممكن يكون عندهم سوداد يصير في حوالين الرقبة. صحيح. وحوالين المناطق اللي فيها الاحتكاك. صحيح. أخي محمود، الداء ارتفع من 2000 إلى هذا العام 3 مرات، شو السبب؟ ذكرت الدكتورة في البداية، خليه نعيد مرة ثانية دكتورة على السريع. ارتفع، لا دكتورة ذكرت أن ثابت النسبة. يدخل من 2000. من 2000؟ نحن يمكن هو ما فهم مرة ثانية، بس أنا أعيد أن نحن نسبة السكر عندنا، نسبة الإصابة في إمارة دبي بين مواطنينا 19%. هو كان يتكلم على مستوى عالمي، أعتقد أن هني يشوفونه من كل العالم. سؤال للدكتورة، هل تتوقعون تساهل الناس بعد ما يصبح زراعة الشيب تحت اليلد؟ بعد يتكلمون عن أنا حبيت أوضح هذا. أيه؟ لأن شوف، وهذا هو علاج النوع الثاني، هو أوردي علاج متوفر عندنا في هيئة الصحة في دبي، يتاخذ بشكل يومي أو بشكل أسبوعي عن طريق الحقن. بس هاي تقنية جديدة، الناس يمكن فاهمينها غلط، وندري أن في كافة وسائل الإعلام في الفترة اللي طافت نذكر هذا الموضوع مرارا وتكرارا. بس هو عبارة عن تقنية جديدة لعلاج مرض السكري، هي تقنية، هي يعني هو علاج متوفر حاليا، بس طريقة إعطاء العلاج عن طريق الجلد على مدار يعني 6 أشهر. بس هو مش يعني إنه علاج جديد، ولا أنه يعني بيخلصنا من السكر وبيخلصنا، ولا هو يبرر أنه أتهاون في نظام حياتي وأكل أنا أباه أو أترك الرياضة. بس أبأكد عليه أن هذا العلاج
للآن غير موافق عليه من الاف دي اي. فإن شاء الله أول ما بيكون في اف دي ابروفل. نحن طبعا في دولة الإمارات دائما مثل ما محمود ذكر سابقا أن نحن دائما دولة يعني دائما في المقدمة للسباقة للجديد. يعني نحن نتمنى إن شاء الله أن تكون في يعني علاج جذري لمرض السكر. نشوف نحن نقرأ أبحاث وايد في هذا المجال، لكن سبحان الله الواحد يشوف العلم دائما ما يتقدم، ممكن يكون في حتى محمود أتوقع حتى الناس تتوقع أن زراعة الخلايا الجذعية اللي بتستوي إن بيزرعون البنكرياس والخلايا البيتا اللي تفرز الإنسولين، أتوقع حتى لو نوصلنا هذه المرحلة هذا مو مبرر أن أرجع لنمط حياتي العادي اللي هو أن أنا ما أهتم بأكلي شو أكل، نظام حالات الرياضي ما يكون مشمول. فهذا صحيح أختي ندى، أنا أعتقد أوقت في النقطة هذه، لأن مش بس السكري، إحنا نتكلم عن أمراض ثانية، صحيح ضغط الدم، القلب، صحيح. وأنا بريد بستهلك البنكرياس مرة أخرى إذا رديت أنا نظام حياتي اللي هو العادي السيء ما أوكي الغير صحي. طيب هني يتكلم عن شو اسمه اللي ما يسمع الكلام، شو الحل معاه ما يسمع ولا الكلام. معاها خصوصا يعني تنظيم الحياة هذه، خصوصا اليهال الحين يمشون أبائهم على كيفهم. أحب بيعصب عليكم محمود. الياه اليوم يصارخ ولا يبى شيء يفرض راية عليك. السياسة يا جماعة السياسة. يقول كف ويسكت. لا 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 ما في كف. لا بالعكس إحنا عبانة إحنا نضرب الطفل رح يسكت، لا رح يعاند مرة أخرى. سياسة يا أمهات شوية سياسة وكلام وتعمون توصلون مرحلة في النص بين اللي أنتوا بينه بين اللي هو يبى، بعدين رح تلاقون إن تفاهم معه أفضل. المهم أنا أكبر عقلي. الأصغر عقله شوي مستوى الطفل أحيانا وتفاهم من غير صراخ تمشي الأمور. أنزين أنا عندي سؤال الحين، أنت حاطة هابي فيس، أنا فهمت يعني هذا الهابي فيس الواحد يشعر بالسعادة لما يحطها. دكتور ندى شو حاطة أنت؟ عصير ولا شوها؟ جلاس آيس كريم. ليش؟ شكله كيوت على الكوت يعني يخفف حق الأطفال يلفت انتباههم لما يفحصهم، فما يركزون وايد في الكوت الأبيض، ركزونه في جلاس آيس كريم معلق على. بس ما بذكر إنه هو الهابي فيس بعد اللي هي علامة يونايت فور دايبيتيس. صحيح. نحن صحيح. عندنا علامة لوجو معين لمكافحة السكري، وأعتقد إنه. اشرحي لي هذا اللوجو. دكتورة ندى المرة الجاية شوفها في. اشرحي لي هذا اللوجو دكتورة. هذا إنه يبين اليونيتي إن نحن كلنا نتجمع لمكافحة أو تصدي السكر. صحيح. هو لوجو عالمي من الIDF. طيب دكتورة أنا قبل أختم يعني أبغي يعني أنذكر بأهم الأرقام والخطورة اللي يعني تواجهنا في هذا المجال والتحديات وكيفية السبل للتغلب على مرض السكري حسب الأرقام اللي حطيتوها يعني والدراسات الموجودة. شو تبغين تقولين الخلاصة؟ الخلاصة أن نحن في المرحلة الثانية للمسح السكاني للإمارة عندنا 18% من مواطنينا مصابين بالسكر، وعندنا 18% من مصابين من الناس اللي على درجة خطورة للإصابة بمرض السكري. ونفس الشيء بالنسبة للأرقام من مقيمين اللي هي 14% للمصابين بمرض السكري و 15% اللي على درجة خطورة عالية للإصابة بمرض السكري. فالمفروض يعني تتوحد الجهود على أساس أن نحن نبدأ بخطة مستقبلية. أوريدي إحنا بدينا في هيئة الصحة وبخطط يعني على أساس أن مكافحة مرض السكري، بس أن نحن نحط خطة للسنوات القادمة لمكافحة والتصدي لهذا المرض. صحيح. مثل ما قلت أن هذا المرض في تزايد، وإذا نحن ما قمنا بأي خطوة يعني لقدام ممكن هذا المرض يزايد، واللي طبعا مضاعفات تكون جانبية اللي هي الكومبليكيشن اللي يصير من أثر مرض السكري، ونفس الوقت يعني عليه بعد يعني عليه عبء وطني من الناحية المالية. فأنا يعني اللي حبيت أوصله للجمهور التوعية مهمة، تصدي لمرض السكر مهم، اتباع الأنماط الحياة الصحية جدا جدا مهم. صحيح. تمنياتي للجميع إن شاء الله بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب. هنا على طاري الأنماط السياحية يقول عندنا طالب يقول والله يا محمود نحن في رأس الخيمة حتى ما ماشي على الأقل في منطقتي مش موجودة، أنا أعيش في ند الحمر بعد ومستمتع بالممشى، المشي مهم جدا. صحيح. دكتور رنادة أنت تستخدمين سماعة صفرة حق اليهال؟ سماعة صفرة؟ لا سماعتي وردية. سؤال خارج الموضوع، أبا أعرف علاج يخفف الألم لأن ضرسي ضارب وبلعت بروفين. طبيب الأسنان بارك الله فيك.
لا هو احمد دوم يشتكي من اسنانه دائما اسنانه دائما هذا من البدايه يشتكي من ضروسه يشتكي من اسنانه. نشكركم جزيل الشكر ان شاء الله الابتسامه لا تفارقكم وربي يحفظكم. مشكورين شكرا للكل. هني اخر رساله. في عيادة الخوانيج النظام الآلي متبع في العيادة غير مجد، فقد كثر الانتظار وتلخبطت الأرقام وكثر احتجاج المراجع خيبة ورفعوا أصواتهم على الموظفين عفوا الدوار والهيئات الحكومية تتطور وهيئة الصحة بدبي تتراجع لحقبة التسعينات. هني أنا بقول لك زعلت والله زعلت. لا 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 أنا لأن قد يكون هنالك يعني قصور في أي عمل زين، لكن يا جماعة الخير ما ننظر لهذه المسألة بهذه السلبية وبهذا السوء. بنتابع معك تحت الهواء، أنا ما أعرف شو اللي صاير، لكن منشوف النظام الآلي المتبع في العيادة مجدي ونظام عالمي، وتم الحصول على اللي هو الكيو سيستم اللي يتكلمه نظام الأدوار، وهذا كان واحد من المتطلبات الرئيسية للحصول على شهادات الجودة والتميز. صحيح. عالميا الأرقام تلخبطت، ما أعتقد أن يعني المفروض أن الأرقام ما تتلخبط. وهذا النظام محمود يعني شو يلخبطه إذا الإنسان يمرض؟ كل مكان فيه كيو سيستم، كل مكان فيه هذا تنظيم يعني. يا جماعة ليش توجهوا مثلا للمدير الإداري وتسألونه يا جماعة في لخبطة في شيء، ممكن في مشكلة في النظام؟ يا ليتك طرشت المسج بداية البرنامج، على الأقل كنا اتصلنا فيك وعرفنا شو الموضوع إنزين، لكن عموما بيتصلون فيك أوردي عقب البرنامج بياخذون الموضوع ميرة حولي على الجهات المختصة وكل يشوف يخلي يمكن سبحان الله أحيانا يحدث الخطأ، ليش ما يحدث طبعا، بس كيو سيستم أرقام تتلخبط شوي صعب. عموما جزاك الله خير على هذه الرسالة، وجزاك الله خير على هذه الرسالة. أيمن أزعجني خلص البرنامج، خلص البرنامج أصلا أنت طلعنا من تأخرين دقيقتين أيمن. انزين شكرا لك. انزين قال لي خذ دقيقتين. لا جزاك الله خير. شكرا لك دكتورة فتحية ما قصرتي. شكرا لكم وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك. تمنياتي للمستمعين بالصحة ان شاء الله. شكرا لك دكتورة ندى الملة. شكرا. وان شاء الله يعني تزيدين الايس كريم هذا اللي تحطينه. انزين اعطيها هابي فيس دكتوره. لا ببعث له اللوجو الدايبيتس بعد. شكرا لك ايمن سرحيل ما قصرت، وكل الشكر اليوم ميره الاغفلي ما قصرت معانا، ولعبد العزيز اللي سوى شاي الكرك كل شكر يستاهل. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع القادمه. نقول لكم في الختام دمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.